واللعبة على طول تطلع الكرة برا الملعب، ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الوطني. اللعب كورنر، توصل عند أحمد الطرابلسي، كرة سهلة للطرابلسي، فرحان بيلعبها في عادل الصغير، لعبها قدام خطرة، جول جول جول، كرة ملعوبة حلوة في مكان لنزار أشرف بيسجل الهدف الأولاني في الدقيقة 6. عبد الله بينقلها، كرة قريبة عند رعد، شوت فتحي اللي ما بيطلعها، كرة ملعوبة. اللعب مو معقولة، مو معقولة، وانا ساكت ما تحجب. هادي احمد وسعد الحوطي، توصل ناحية الشمال ياخذها جاسم يعقوب، الله طقة بوكس على عينه، كرة مع جاسم يحصلها جاسم، بيحاول يمر بيلعبها في عرض الملعب، توصل لبلوشي بيعليها ناحية ناصر الغانم، فيصل الدخيل لعبها لبلوشي، اوه في حيطة بلوشي بيطلعها رعد حمودي، جول من ضربة جزاء بيسجل منها جاسم يعقوب، ضربة جزاء هدف الكويت الأولاني، جول لمنتخب الكويت الوطني، كرة ملعوبة فتحي صلاحها ولعبها ناحية الشمال، شوف توصل لناصر الغانم، ناصر الغانم سقطها على رعد حمودي، جول جول ناصر الغانم في الدقيقة 34. الله أكبر، جول مو معقول، مو معقول، مو معقول، فتحي جميل وجاسم يعقوب، مو معقول، جول جول، ومبروك لكل الكويت. هذه النتيجة، منتخب الكويت الوطني دخل تصفيات موسكو.